بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ان شاء الله سنقوم بتصحيح السلسله واحد من الأسس الثاني الدوال الخطيه الدوال التالفيه معادله مستقيم والمعلم في المستوى ولكن في الفيديو هذا غادي نقوم بتصحيح الجزء الخاص بالمعلم في المستوى ومعادله مستقيم اذا التمرين ديالو هي هذه التمرين الاول هو هذا والتمرين الثاني هو هذا كتشوفوا امامكم التمرين الثالث هو هذا التمرين الرابع هو هذا التمرين الخامس هو هذا والتمرين السادس هو هذا يعني رقم 13 بالنسبه للسلسله اذا على بركه الله نبداو في تصحيح هذه التمارين المتعلقه بالمعلم في المستوى معادله مستقيم إذا نبداو بالتمرين الأول أو تمرين ثمانية حسب السلسلة، مثل النقط أ ناقص جوج و أ ثلاثة جوج و ب ثلاثة جوج و سي ربعة ناقص واحد، إذا الإحداثية النقطة أ ناقص جوج بالنسبة لمحور الأفاصيل و واحد بالنسبة لمحور الأراتب إذا التقاطع ديالها جا هنا، إذا عفوا ناقص جوج بالنسبة لمحور الافاصيل وواحد بالنسبه للمحور الاراتيب اذا النقطه ا في التقاطع بمعنى النقطه ا غادي تجي هنا بي عندها ثلاثه بالنسبه للمحور الافاصيل عندها جوج بالنسبه للمحور الاراتيب والتقاطع غادي يجي في هاد النقطة هادي إذا هادي هي النقطة بي سي عندها في الأفصول ديالها أربعة الأرتوب ديالها ناقص واحد إذا النقطة سي غادي تجي في هاد النقطة هادي بالضبط إذا السؤال هذا هو السؤال الأول نمثل تسع السؤال الثاني حدد إحداثيتي المتجهه ا بي اذا الاحداثيه المتجهه ا بي حسب قاعده هي اكس بي ناقص اكس ا بالنسبه للافصول و واي بي ناقص اي ا بالنسبه للارتب اذا تطبيق عددي متجهه ا بي اكس بي 3 ناقص ناقص 2 اكس ا اي بي جوج ناقص اي ا هي 1 اذا احداثيه المتجهه ا بي هي 3 ناقص ناقص جوج هي 3 زائد 2 5 وجوج ناقص واحد هي واحد إذا الإحداثيات متجهة أ ب هي خمسة واحد الآن السؤال الثالث أحسب المسافة أ ب إذا ثالثا المسافة أ إذا حسب السؤال السابق كاين جوج ديال الطرق إما حسب طريق القاعدة اللي كنا في الدرس أو حسب السؤال السابق المسافة أ تساوي جذر مربع كبير أفصول المتجهة أس اثنان زائد أرطوب المتجهة أس اثنان إذا تطبيق عددي خمسة أس اثنان هي خمسة وعشرين واحد أس اثنان هي واحد والنتيجة هي جذر مربع ستة وعشرين إذا المسافة أ هي جذر مربع ستة وعشرين الآن السؤال الرابع اذا حدد احداثيات النقطه د بحيث يكون الرباعي ا بي سي دي متوازي اضلاع اذا نعتبر النقطه د احداثياتها هي اكس دي واي دي حيث ا ب سي دي متوازي اضلاع غادي نرسموا واحد متوازي اضلاع تقريبي ما بغيتش نعتمد على الشكل لان يعني الشكل راه كبير ا بي سي دي اذا ا بي سي دي متوازي أضع يعني ان المتجهه ا تساوي المتجهه دي سي اذا المتجهه ا بي تساوي المتجهه دي سي ما معنى ان المتجهتين متساويتين اذا لهما نفس الاحداثيات لدينا متجهه ا احداثياتها خمسة واحد اذا المتجهه دي سي الاحداثيات نتاعها غادي يكونو حتى خمسه ا بي سي دي صحيحه خمسه واحد ونعلم ان احداثيه المتجهه دي سي حسب القاعده اللي في الدرس هي اكس سي ناقص اكس دي بالنسبه للافصول و إي سي ناقص إي دي بالنسبة للأرتوب إذن x c ناقص x d تساوي خمسة و y c y d تساوي واحد x c ناقص x d تساوي خمسة و y c ناقص y تساوي واحد إذا الآن تعود x c عندي فيها أربعة ناقص إكس d مجهولة تساوي خمسة و y c عندي فيها ناقص واحد ناقص y d مجهولة تساوي واحد إذا نحل هذه المعادلة الصغيرة ناقص اكس d تساوي خمسة كتبقى في المكان ديالها ناقص أربعة ناقص إكس d تساوي خمسة ناقص أربعة هي واحد هذا يعني أننا ضربنا جد ضربنا طرفي هذه المعادلة في ناقص واحد كنحصل على إكس d تساوي واحد اذا اوف سون نقطه دي لقيناه بالنسبه لارتوم لأ... نقطه دي ناقص ايغريك دي تبقى في المكان ديالها وناقص واحد تولي زائد واحد اذا واحد زائد واحد اذا ناقص ايغريك دي تساوي جوج نضرب طرفي المعادله الصغيره في ناقص واحد غادي نحصل على ايغريك دي تساوي ناقص جوج اذا احداثيه النقطه دي هي واحد بالنسبه للافصول وناقص جوج بالنسبه عفوا هنا بالنسبه للافصول ضربت طرفي هاد المعادلة في ناقص واحد غادي نحصل على إكس دي كتساوي ناقص واحد باش منخطاوش ردو البال مزيان ناقص واحد إذا إحداثيات النقطة دي هي ناقص واحد بالنسبة للأفصول وناقص جوج بالنسبة للأرتو إذا السؤال الموالي السؤال الموالي حدد إحداثيات النقطة إم مركز متوازي أضلاع أ بي سي دي إذا إحداثيات النقطة إم مركز متوازي أضلاع لدينا متوا... أ بي سي دي متوازي أضلاع إذا مركز متوازي أضلاع هو تقاطع القطرين بمعنى ام منتصف القطعة دي بي او ام منتصف قطعة اسي اذا السؤال الاخير لدينا ام احداثيتها هي اكس ام اجريك ام منتصف القطرين بمعنى منتصف القطر اسي او قطعة اسي اذا اكس ام مادام ان ام متصف قطر ا إذن XM اكس ام كتساوي هي اكس ا زائد اكس حسب القاعده اللي في الدرس مقسومه على جوج و يغريك ام تساوي YA ا زائد YC سي وتنقسم على جوج بامكاني نستعمل ام منتصف القطر بي دي اذا انا استعملت هذه تطبيق عددي عندنا اكس ا الاحداثيه ديالها هي ناقص جوج زائد اكس سي ونقسم على جوج ربعة ناقص جوج مقسوم على جوج كتعطيني ربعة ناقص جوج جوج، جوج على جوج هي واحد، إذن إكس إم، الأفصل النقطة إم هو واحد، إكريك إم تساوي إكريك أ، أ هي واحد، زائد إكريك سي ناقص واحد، وغادي نقسم الكل على جوج، واحد ناقص واحد على جوج هي صفر، إذا إحداثيات نقطة إم هي واحد صفر، نمر إلى التمرين الموالي. الان تمرين تسعود حسب السلسلة نعتبر النقط أ و ب و س و د حدد إحداثيتين كل من متجهتين أ ب و د سي إذا هذا سؤال سهل إحداثية المتجهة أ ب حسب الدرس هي إكس ب ناقص إكس أ بالنسبة للأفصول و إكغي ب ناقص إكغي أ بالنسبة للأرتو إذا تعويض أو تطبيق عددي إكس ب اللي هي جو جوج ناقص ناقص واحد إجراغ با صفر ناقص أ هي أربعة إذا إحداثيات المتجهة آبي تكتب جوج ناقص ناقص واحد هي ثلاثة صفر ناقص أربعة هي ناقص أربعة إذا إحداثيات المتجهة آبي هي ثلاثة ناقص أربعة الآن إحداثيات متجهة داسي إذا حسب القاعدة هي إكس سي ناقص إكس د إغراغ سي ناقص إجراغ اذا الان تطبيق عددي المتجه الداسي اكس س سي هي ناقص واحد ناقص ناقص اربعة إيكغيك سي هي ناقص ربعة ناقص صفر إذا إحداثية متجهات دي سي ناقص واحد ناقص ناقص أربعة هي ثلاثة وناقص ربعة ناقص صفر هي ناقص ربعة إذا إحداثية متجهات دي سي. ثلاثة ناقص ربعة السؤال الثاني اذا هذا السؤال الاول السؤال الثاني احسب المسافه ابي والمسافه دي سي اذا لحساب المسافه ابي والمسافه دي سي غادي نعتمدوا على السؤال الاول لان سبق لنا وحددنا احداثيات المتجه ابي والمتجهة دي اذا المسافه ابي تساوي الجذر المربع اوف النقطه هي 3 اس 2 زائد ناقص 4 اس 2 تساوي جذر مربع ثلاثة أس اثنان هي تسعود زائد ناقص ربعة أس اثنان هي ستاش تسعود أس ستاش كتعطيني خمسة وعشرين وجدر مربع خمسة وعشرين هو خمسة وبما أن إحداثية المتجهة أ بي تساوي إحداثية المتجهة د فإن للمتجهتين نفس المسافة بمعنى تهي لحسب حسبناها غادي فيها خمسة إذا المسافة أ بي تساوي خمسة والمسافة د سي حتى هي كتساوي خمسة لأن لهما نفس الإحداثيات إذا لهما نفس المسافة السؤال الموالي إذن حدد إحداثية أو منتصف القطعة دي بي إذن نحسبه أو ثالثا أو منتصف القطعة دي بي إذن إكس أو غادي تكتب هي إكس ديال دي زائد إكس ديال B مقسومة على جوج وبالنسبة لإيكغيك أو تساوي إي إيكغ نتاع دي زائد إيكغ بي ونقسم على جوج مع العلم أن أو أه الإحداثية ديالها هي إكس أو إيكغ أو إلى تطبيق عددى إكس دي كنعرفوها هي ناقص ربعة زائد إكس ب هي جوج ونقسم الكل على جوج ناقص ربعة زائد جوج على جوج هي ناقص جوج على جوج إذا النتيجة هي ناقص واحد بالنسبة لأفصول النقطة دي أه. الان او تطبيق عددي ي او تساوي ي دي عندنا هي صفر زائد ي بي هي صفر ونقسم كل شيء على جوج اذا النتيجه هي صفر على جوج اذا ي او تساوي صفر ومنه احداثيه النقطه او هي ناقص واحد صفر الان نمر الى السؤال الموالي السؤال الموالي ما هي طبيعة رباعي أ ب د إذا حسب السؤال السابق رابعا لدينا متجهة أ ب ثلاثة تلاتة ناقص أربعة متجهة د س إحداثياتها تلاتة ناقص أربعة وبما أن لمتجهتين نفس الإحداثيات فإن متجهة أ ب تساوي المتجهة د س وبالتالي الرباعي أ ب سي د متوازي أضلاع نمر إلى السؤال الموالي إذا الآن تمرين العاشر نحسب النقط أ و ب و س و D. السؤال الأول ألف أحسب المسافات أ ب و أ و C و إذا المسافة A,B إذا حسب القاعدة المسافة أبي تساوي جذر مربع x ب ناقص x a آه الكل أس اثنان زائد y ب ناقص y a آه الكل أس اثنان إذا تطبيق عددى x ب عندي هي أربعة ناقص x a آه هي جوج الكل أس اثنان y ب واحد ناقص y a آه أربعة الكل أس اثنان إذا تطبيق عدد الحساب 4 ناقص جوج هي جوج جوج أس اثنان هي 4 زائد 1 ناقص 4 هي ناقص 3 ناقص 3 أس اثنان هي 9 إذا النتيجة هي جد مربع 9 زائد 4 هي 13 إذا المسافة AB تساوي جد مربع 13 الآن لنحسب المسافة AC إذا بنفس الطريقة آس تساوي جذر مربع كبير ديال إكس ناقص إكس أ الكل أس اثنان زائد إكراك س ناقص إجراء أ الكل أس اثنان إذا تطبيق عددي إكس س هي ناقص جوج ناقص إكس أ هي جوج زائد إجريك س هي ناقص ثلاثة ناقص إغراء أ هي ربعة الكل أس اثنان تساوي تطبيق نكملوه ناقص جوج ناقص جوج هي ناقص ربعة الكل أس اثنان هي 16 ناقص ثلاثة ناقص ربعة هي ناقص سبعة وناقص سبعة أس اثنان هي تسعود إذا النتيجة تساوي جذر مربع تسعود ستة هي خمسة حتى ضرب الواحد ربعة والواحد هي خمسة والواحد هي ستة إذا الجذر مربع خمسة إذا المسافة أ تساوي جذر مربع خمسة و غادي نعطيها لون مغاير الان لنحسب المسافه بي سي اذا المسافه بي سي حسب القاعده المسافه بي سي تساوي جذر مربع كبير ديال اكس سي ناقص اكس بي الكل اس اثنان زائد واي سي ناقص واي بي الكل اس اثنان تطبيق عددي تساوي جذر مربع كبير اكس سي هي ناقص جوج ناقص إكس بي ربعة الكل أس اثنان زائد إيكغيك س هي ناقص ثلاثة ناقص بي هي واحد الكل أس اثنان نكمل الحساب ديالي ناقص جوج ناقص ربعة هي ناقص ستة وناقص ستة أس اثنان هي ستة وثلاثين. زائد ناقص ثلاثة ناقص واحد هي ناقص ربعة وناقص ربعة أس اثنان هي 16 إذا نكمل الحساب هنا جذر مربع ستة تنا... عفوا 12 نحتفظوا بالواحد 3 و 5 هي 52 اذا المسافه بي سي هي جذر مربع 52 الان نمر الى السؤال الموالي حدد طبيعه المثلث ا ب سي اذا الان طبيعه المثلث ABC لدينا المسافة أ ب تساوي جذر 13 المسافة AC جذر 65 والمسافة BC جذر مربع 52 إذا غادي نطبقوا مبرهنة فيثاغورس عكسية باش نبينوا بأن هذا المثلث واش قائم الزاوية أو غير قائم الزاوية لأن الأضلاع كلها مختلفة إذا هذا المثلث ما هو متساوي الساقين ما هو متساوي الأضلاع إذا هذا المثلث بقنا نبينوا أنه مثلث إما قائم الزاوية أو غير قائم الزاوية إذا السؤال باء لدينا جد AC هو وتر المثلث عفوا ليش؟ لأن AC جذر 550 هو أطول ضلع. إذا لنبين أن AC أس اثنان تساوي AB أس اثنان زائد BC أس اثنان لنحسب AC أس اثنان. AC أس اثنان هي جذر 550 أس اثنان هي خمسة أسين. أس سين. AB أس اثنان زائد بي سي أس اثنان تساوي جذر مربع تلتاش أس اثنان زائد جذر مربع اثنين وخمسين أس اثنان إذا كتعطينا تلتاش زائد اثنين وخمسين إذا جوج أو هي خمسة الخمسة والواحد الواحد هي ستة كتلاحظو أن عطاتنا نفس النتيجة ومنه أ سي أس اثنان تساوي أ أس اثنان زائد بي سي أس اثنان وحسب مبرهنات فيتاغورس العكسية أ ب س مثلث قائم الزاوية في النقطة B علاش لأن أ هو وتر هذا المثلث السؤال الثاني احسب احداثيات كل من متجهتين AB بي و سي احدان احداثيات المتجهه AB حسب قاعده ديال بي ناقص اكس ا بالنسبه لأرتب yb بي ناقص ي ا اذا تطبيق على او التعويض المتجهه AB اكس بي اذا اكس بي هي 4 ناقص اكس ا هي 2 و بي هي 1 ناقص اي ا هي 4 اذا متجه ا بي صبحات 4 ناقص 2 هي 2 و 1 ناقص 4 هي ناقص 3 اذا احداثيات متجهه ا بي 2 ناقص 3 الان احداثيات المتجهه د سي بنفس الطريقه حسب القاعده ديال الدرس هي اكس سي ناقص اكس دي واي سي ناقص واي دي اذا تطبيق العاده او التعويض اكس سي عندي هي ناقص جوج ناقص اكس دي هي ناقص أربعة إيكغيك سي هي ناقص ثلاثة إيكغيك دي هي صفر إذا نكمل الحساب ناقص جوج ناقص ناقص هي زائد إذا أصبحت ناقص جوج زائد أربعة ناقص جوج زائد أربعة هي جوج ناقص ثلاثة ناقص صفر هي ناقص ثلاثة إذا إحداثية المتجهة دي سي جوج ناقص ثلاثة، نمرر الآن السؤال الموالي حدد الطبيعة الرباعي أ ب إذا ثالثا حسب سؤال جوج للمتجهتين أ ب و دي سي نفس الإحداثيات. إذا حسب السؤال الأول متجه أ بي والدي سي نفس الإحداثيات إذا المتجهة أ بي تساوي المتجهة دي سي وبالتالي النقط بالتالي المتجهتين المستقيميتين لهما نفس الاتجاه ونفس المنحى ونفس القياس وبالتالي أ بي سي دي متوازي أضلاع أ سي دي متوازي أضلع نمر الان سؤال الموالي حدد احداثيتي النقطه او مماثله النقطه بي بالنسبه للنقطه A. إذن ا اذا او مماثله بي بالنسبه للنقطه ا اذا نشرحوا هذه النقطه هذه اذا رابعا او مماثله نقطه بي بالنسبه للنقطه ا اذا لا ان مثلا القطعه ب هي هذه اذا أو مماثلة ب بالنسبه لنقطه ا بمعنى ا غادي تكون هي منتصف القطعه او بي اذا نعتبر او إحداثياتها هي اكس او واي او اذا حسب المعطيات عندنا ا منتصف القطعه او بي اذا لنحدد احداثيات النقطه او حيث ا منتصف قطعه او بي اذا x a تساوي مادام ان ا هي منتصف او بي اذا x a كتساوي x او e زائد x b ونقسمو على جوج و y a تساوي y او e زائد y b ونقسم على جوج الان غادي ندير تعويض x a تنعرفوها هي جوج x او e مجهوله زائد x b 4 ونقسم الكل على جوج أ معروفة هي ربعة تساوي إي أو مجهولة هي كنبحثو عليها زائد إي بي واحد ونقسم الكل على اثنان إذا غادي نكمل الحساب هنا غادي نوحد المقام مقام موحد هو جوج فاش واحد في جوج حتى جوج نضربها في جوج ولاتنا هي ربعة على جوج وهنا ما غاتبقى ثابتة ما تتغير تغير إذا الآن غادي نحذف المقام غادي نحصل على ربعة تساوي إكس أو -E زائد اربعة. إذا هاد ربعة غندي هاد الطرف الآخر تولي هي ربعة ناقص ربعة تساوي إكس أو إذا ربعة ناقص ربعة هي صفر إذا النتيجة هي إكس أو تساوي صفر إذا إحداثية نقطة أو أفصولها يساوي صفر الآن إكغيك أو غادي نوحد المقام ندير واحد الخط هنا إذا المقام واحد عندي هنا واحد عندي هنا إذا المقام واحد هو جوج فاش واحد ضربتها في جوج في جوج ثمانية إذا ثمانية على جوج تساوي هذه ما تغير زائد واحد ونقسم على جوج الآن غادي نحذف المقام غاتبقى لي ثمانية تساوي إيكغيك أو زائد واحد إذا واحد غادي نديها للطرف الآخر غادي نحصل على ثمانية ناقص واحد تساوي إيكغيك إذا نكمل إذا إيكغيك تساوي ثمانية ناقص واحد هي سبعة ما كنخليهاش سبعة تساوي إيكغيك أو وإنما كنرجع إيكغيك أو تساوي سبعة ومنه إحداثية النقطة أو هي صفر بالنسبة للأفصول وسبعة بالنسبة للأرتو إذا الآن تمرين 12 في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم نعتبر النقط أو و إف و ج ثلاثة نقط حدد معادلة المستقيم او اف اذا لنحدد معادلة المستقيم او اف اذا معادلة المستقيم او اف تكتب ايكغيك تساوي ا اكس زائد بي وكاين اللي كيكتب بلاس ا تيكتب ام وهنا بي فحال فحال اذا ا هو الميل و بي هو الارتوب اذا لنحدد العدد ا اذا بالنسبه للعدد ا كنحتاجو نقطتين او احداثيات نقطتين يعني وعندنا المستقيم او اف تتكون من النقطه او والنقطه اف اذا او و اف ينتميان يعني الى المستقيم او اف وبالتالي ا تساوي هي ي او ناقص ي اف مقسومه على اكس او ناقص اكس اف نديرو التطبيق العددي اذا ي او هي ناقص خمسة ناقص ي اف هي ناقص واحد مقسومة على x او هي سبعة ناقص ستة إذا النتيجة ناقص خمسة زائد واحد مقسومة على سبعة ناقص ستة بمعنى هي ناقص ربعة مقسومة على واحد وبالتالي أ تساوي ناقص ربعة إذا المعادلة الجديدة ديال او أف هي او اف تكتب على شكل y تساوي أ غادي نعوضها بناقص ربعة x زائد b إذا الآن لنحدد b إذا لتحديد العدد بي تنحتاج الى نقطه واحده اما غادي نستعملو او واما اف اذا لدينا او تنتمي الى المستقيم او اف اذا احدى ثياتها تحقق المعادله Y تساوي ناقص 4 اكس زائد بي اذا Y غادي نعوضها باي او تساوي ناقص 4 او اكس غادي نعوضها باكس او زائد بي اذا إيكغيك أو -E عندي هي ناقص خمسة تساوي ناقص أربعة و إكس -E أو هي سبعة زائد بي اذا ناقص خمسة تبقى في المكان ديالها ناقص أربعة سبعة هي ناقص ثمانية وعشرين زائد بي اذا غناخد بي الطرف الاخر غادي نحصل على ناقص بي تساوي ناقص ثمانية وعشرين تبقى في المكان ديالها وناقص خمسة تولي زائد خمسة إذا ناقص ب تساوي ناقص مية وعشرين زائد خمسة هي ناقص ثلاثة وعشرين نضرب طرف المعادلة في ناقص واحد غادي نحصل على ب تساوي ثلاثة وعشرين ومنه إذا معادلة المستقيم أو إف تكتب إي تساوي ناقص ربعة إكس زائد ثلاثة وعشرين الآن لنحدد آه لنمر إلى السؤال الموالي اذا السؤال الثاني حدد معادله المستقيم او جي اذا السؤال الثاني معادله المستقيم او جي نعتبر او جي يكتب بهذا الشكل يعني معادلته تكتب ي تساوي معليش ناخذ ا غادي ناخذ ا1 اكس زائد بي1 اذا لنحدد واحد اذا لنحدد ا 1 ولنحدد بي واحد اذا لنحدد ا واحد يعني المعامل الموجه للمستقيم او جي اذا ا واحد تساوي هي ي جي ناقص ي او e مقسوم على اكس جي ناقص اكس او تطبيق عددي تساوي ي جي هي ناقص ستة ناقص ي او e هي ناقص خمسة اكس جي هي ثلاثة ناقص اكس او هي سبعة إذا ناقص ستة زائد خمسة مقسومة على ثلاثة ناقص سبعة هي ناقص أربعة ناقص ستة ناقص خمسة هي ناقص واحد على ناقص أربعة إذا أ تساوي واحد على أربعة أ واحد إذا معادلة مستقيم أو جي أصبحت إيكغيك تساوي واحد على أربعة إكس زائد بي واحد إذا لنحدد بي واحد اذا لتحديد بي واحد تحتاج اما النقطه جي واما النقطه او اذا لدينا او تنتمي الى المستقيم او جي اذا احداثياتها تحقق المعادله ي تساوي واحد على أربعة اكس زائد بواحد اذا إيكغيك غادي نعوضها بإيكغيك أو تساوي واحد على ربعة إكس غادي نعوضها بإكس أو لأن إحداثيات نقطة أو تحقق هاد المعادلة زائد بي واحد إيكغيك أو إيكغيك أو عندي هي ناقص خمسة واحد على ربعة إكس أو هي سبعة زائد بي واحد إذا الآن شنو غادي ندير غادي نوحد المقام لكلشي إذا بعد توحيد المقام هنا عندي مقام واحد وهنا واحد إذا فاش نضرب واحد في أربعة حتى ناقص خمسة نضربها في أربعة تولي هي ناقص عشرين على أربعة تساوي سبعة في واحد على أربعة كتبقى سبعة في واحد على أربعة هي سبعة على أربعة في فاش ضربت واحد في أربعة إذا حتى بواحد نضربها في أربعة إذا زائد أربعة بواحد على أربعة الآن غادي نحذف المقام غادي نحصل على ناقص عشرين تساوي سبعة زائد أربعة ب 1 اذا ناقص 4 آه بي 1 نديها الطرف الاخر غادي نحصل على ناقص 4 بي 1 تساوي 7 تبقى في المكان ديالها وناقص 20 تولي زائد 20 اذا ناقص 4 بي 1 تساوي 27 اذا بي 1 تساوي ناقص 27 على 4 واصبحت المعادله نتا او جي تكتب ي تساوي 1 على 4 X ناقص 27 على 4 هذه هي معادلة المستقيم أج نمر إلى السؤال الموالي إذا الآن تتمت السؤال الثاني طبيعة المثلث أو إف جي إذا حسب الأسئلة السابقة معادلة المستقيم أو إف هي هذه معادلة المستقيم أو جي هي هذه إذا لاحظوا مزيان المعادلتين كنلاحظوا أن ميل المستقيم أو إف وميل المستقيم او جي الاول هو مقابل مقلوب الثاني بمعنى الا ضربت المعامل ديال او اف في المعامل ديال او جي كنحصل على ناقص واحد اذا ناقص ربعة في واحدة ربعة واحد على ربعة هي ناقص واحد اذا المستقيمان او اف و او جي متعامدان وبالتالي المثلث او اف جي هو مثلث قائم الزاويه في النقطة أو لأن النقطة أو هي نقطة تقاطع المستقيم أو إف مع المستقيم أو جي إذا الآن نمر إلى السؤال الموالي السؤال الموالي ثالثا نحدد معادلة المستقيم دي الموازي لإف جي والمار من أو إذا ثالثا عندنا دي يوازي إف جي ويمر من النقطة أو إذا لتكن Y تساوي A جوج X زائد ب جوج هي معادلة المستقيم دي حيث A جوج هو الميل و B جوج هو الأرتوب عند الأصل إذا لنحدد أ جوج لدينا حسب المعطيات دي يوازي المستقيم F جي هذا كيعني كي ان للمستقيمين نفس الميل بمعنى جوج كتساوي الميل ديال المستقيم اف جي هو ا اف جي اذا لنحسب ا اف جي ا اف جي اذا النقطه اف عندنا الاحداثيات ديالها هي 6 ناقص 1 والجي الاحداثيات ديالها هي 3 ناقص 6 اذا تنكتب ي ديال جي ناقص ي اف مقسوم على اكس جي ناقص إج... إكس ديال إف الآن غادي نعوضو إكغيك هي ناقص ستة ناقص إكغيك إف هي ناقص واحد مقسوم على إكس جي هي ثلاثة ناقص إكس إف هي ستة إذا ناقص ستة زائد واحد مقسوم على ثلاثة ناقص ستة هي ناقص ثلاثة ناقص ستة زائد واحد هي ناقص خمسة على ناقص ثلاثة وبالتالي أ إف كتساوي خمسة على ثلاثة بعد اختزال ومنه أ جوج تساوي خمسة على ثلاثة ميل المستقيم دي ونكتب كتب دي جوج نقاط إيكغيك تساوي خمسة على ثلاثة إكس زائد بي جوج إذا الآن لنحدد بي جوج إذا لتحديد بي جوج كنحتاجو نقطة واحدة لدينا او لدينا دي يمر من النقطة او إذن او تنتمي إلى المستقيم دي إذن إحدى ثياتها تحقق هذه المعادلة اللي هي إيكغيك كتساوي خمسة على ثلاثة إكس زائد بجوج اذا غادي نعوض إيكغيك بإيكغيك أو إكس بإكس اذا ي او تساوي خمسة على ثلاثة اكس او زائد بي ي او اذا احداثية نقطة عندنا حسب المعطيات هي سبعة ناقص خمسة اذا ي او هي ناقص خمسة تتساوي خمسة على ثلاثة مضروبة في اكس او هي سبعة زائد بي اذا الان غادي نوحد المقام المقام واحد هو ثلاثة إذا عندي واحد هنا وواحد هنا إذا غادي تجيني هنا ثلاثة فاش ضربت واحد في ثلاثة حتى ناقص خمسة ضربها في ثلاثة هي ناقص خمسطاش تساوي سبعة في خمسة هي خمسة وثلاثين مقسوم على ثلاثة ما كتغيرش زائد فاش ضربت واحد في ثلاثة حتى بي في ثلاثة زائد ثلاثة بي على ثلاثة الآن غادي نحذف المقام غادي نحصل على ناقص خمسطاش تساوي خمسة وثلاثين زائد ثلاثة بي إذا 3 بي عند الطرف الاخر تولي هي ناقص 3 بي تساوي 35 تبقى في المكان ديالها وناقص 15 تولي زائد 15 اذا ناقص 3 بي تساوي 5 و 5 هي 10 احتفظوا بالواحد هي 50 اذا بي صفحات هي 50 مقسوم على ناقص 3 اذا بي هي ناقص 50 على 3 وبالتالي المعادلة المستقيم دي تكتب ي تساوي 5 على ثلاثة إكس ناقص 50 على ثلاثة هذه هي معادلة المستقيم دي الموازي للمستقيم او اف والمار من النقطة او السؤال الاخير حدد احداثيات النقطة ك منتصف القطعة اف جي ك منتصف القطعة اف جي بين ان المستقيم دي وازي المستقيم او ك اذا بغينا نبينو ان المستقيم دي وزي المستقيم او ك خصنا نحسبو الميل ديال المستقيم او ك ونقارنوه مع المستقيم دي ولو بغينا الميل ديال المستقيم او احداثيات او نحدد احداثيات النقطه ك منتصف قطعه اف جي اذا اول حاجه احداثيات قطاع FG ك منتصف قطعه اف جي ك تكتب اكس ك احداثيتها اي ك اذا مادام ان ك منتصف قطعه اف جي اذا اكس ك تساوي هي اكس ديال اف زائد اكس ديال جي ونقسم الكل على إثنان إيكغيك ك تساوي إيكغيك نتاع إف زائد إيكغيك ديال جي و نقسم الكل على إثنان إذا الآن تعويض اكس ك تساوي اكس إف هي ستة زائد اكس جي هي ثلاثة و نقسم على جوج ثلاثة و وتس... ستة وتس... وتس... هي تسعود على جوج الآن إيكغيك ك تساوي إيكغيك. اف هي ناقص واحد زائد إيكغيك جي هي ناقص ستة ونقسم الكل على جوج إذا النتيجة هي ناقص سبعة على جوج إذا إحداثية النقطة ك هي تسعود على جوج بالنسبة للأفصول وناقص سبعة على جوج بالنسبة للأرتو إذا الآن غادي الميل لنحدد ميل المستقيم أو انطلاقا من الاحداثيات اذا ميل المستقيم او كان ا او -E ك تساوي هي ي او ناقص ي ك على اكس او -E ناقص اكس ك وعندنا او الاحداثيات ديالها هي سبعة ناقص خمسة و الاحداثيات ديالها هي ناقص 7 على اذا هي ناقص خمسة ناقص ي هي ناقص سبعة على مقسومه اكس او هي سبعة ناقص اكس ك هي تسعود على جوج اذا الان غادي نكملو وتوحيد المقام سبعة المقام واحد هنا واحد فاش نضرب واحد نضربها في جوج حتى سبعة في جوج هي ربعطاش تجيني هي 14 ناقص تسعود الكل على اثنان بالنسبة للبسط ناقص خمسة ناقص ناقص سبعة هي ناقص خمسة زائد سبعة على جوج إذا غادي نزيد واحد المقام في البسط المقام واحد هو اثنان إذا فاش نضرب واحد في جوج ناقص خمسة في جوج هي ناقص عشرة زائد سبعة ونقسم على جوج بالنسبة للمقام أربعتاش ناقص سعود هي خمسة على جوج غادي نكمل الحساب هنا ناقص عشرة زائد سبعة هي ناقص ثلاثة على جوج الكل على خمسة على جوج البسط في مقلوب المقام ناقص ثلاثة على جوج في جوج على خمسة بعد الاختزال كنحصل على ناقص ثلاثة على خمسة اذا ميل المستقيم او هو ا او تساوي ناقص ثلاثة على خمسة وعندنا ميل المستقيم دي هو ا ديال دي اللي حصلنا عليه هو خمسة على 3 اذا السؤال يطلب منا بين ان المستقيم دي يوازي المستقيم اوكا اذا المستقيم دي لا يوازي المستقيم اوكا بل بالعكس لضربنا الميل ديال المستقيم اوكا في الميل ديال المستقيم او دي ناقص 3 على 5 وضربناها في 5 على 3 كنحصلوا بعد الاختزال على ناقص واحد ومنه المستقيمان دي و غير متوازيان بل بالعكس دي عمودي على المستقيم اوكا اذا في السؤال اما خطاو اما انهم يعني قصدوا انهم يقولوا بين ان مستقيم دي وزي مستقيم اوكا وفي التالي لقينا بان المستقيم دي عمودي على المستقيم اوكا بمعنى سؤال تضليلي نمر الى التمرين الموالي الان تمرين 13 نحسب النقطتين ا ناقص واحد واحد و ب جوج ناقص ثلاثة اذا السؤال الاول حدد إحداثيات او e مماثله النقطه ا بالنسبه للنقطه ب اذا او e مماثله ا بالنسبه ل بحيث حيث او e احداثياتها اكس او -E -E. هذا يعني ان لا قطعة ا بي بهذا الشكل هذا اذا او e مماثله ديال النقطه ا بالنسبه للنقطه ب بمعنى بي تكون هي منتصف القطعه ا -E. اذا لنحدد احداثيات النقطه او بحيث ب منتصف القطعه ا اذا ب منتصف القطعة أ أو e. وغادي نكتبو إكس بي كتساوي إكس أ زائد إكس أو e, ونقسم على جوج و تساوي Y أ زائد Y أو e, مقسومة على جوج لأن بي منتصف قطعة أ أو e. إذا الآن نعوض x بي بالقيمة ديالها هي جوج تساوي إكس أ هي واحد زائد إكس أو مجهولة ونقسم على جوج إكغيك بي هي ناقص ثلاثة تساوي إكغيك أ هي واحد زائد إكغيك أو مقسومة على جوج إذا الآن لنحدد إكس أو غنوحدو المقام هنا عندي مقام واحد فاش نضرب واحد نضربها في جوج حتى جوج غنضربها في جوج غتصبح هي ربعة على جوج تساوي ناقص واحد زائد إكس أو مقسومة على جوج الآن غادي نحذف المقام غتبقى لي ربعة تساوي ناقص واحد زائد إكس أه. اذا ناقص واحد ديتا الطرف الاخر تولي هي تولي هي 4 زائد 1 تساوي اكس او أه. اذا اكس او أه كتساوي 5 اذا حددت افصل نقطة او أه. الان ارتب نقطة او أه. غادي نوحد المقام بنفس الطريقة اذا هنا عندي واحد فاش نضرب واحد في جوج ناقص ثلاثة نضربها في جوج هي ناقص ستة على جوج تساوي هنا عندي المقام جوج اذا ما غادي يتغير نحذف المقام غادي على ناقص ستة تساوي واحد زائد إكغيك او أه. اذا واحد غالي جيبها لهاد الطرف تولي ناقص ناقص تساوي ي او اذا النتيجه هي ي او تساوي ناقص ناقص واحد هي ناقص سبعة ومن احداثيات النقطه او هي خمسة ناقص سبعة الان السؤال الثاني ثانيا وراك سيدي حدد احداثيتي النقطه ا اشاره صوره النقطة أ بالإزاحة ذات المتجهة U جوج واحد إذن أ إشارة صورة نقطة بإزاحة ذات المتجهة U بمعنى أن متجهة U تساوي المتجهة أ أ إشارة وبالتالي للمتجهتين نفس الإحدى ثيات وبالتالي إحداثية متجهه آ, ا اشاره غادي تكون هي جوج واحد ونعلم ان احداثيه متجهة آ, ا اشاره حسب القاعده هي اكس ديال ا اشاره ناقص اكس ديال ا واي ديال ا اشاره ناقص واي ديال ا اذا استنتاج ان اكس ديال ا اشاره ناقص اشاره ناقص اكس ديال ا تساوي جوج و إغريغ ديال آ إشارة ناقص إغريغ د آ كتساوي واحد إذا غادي نعود إكس آ بالقيمة ديالها إذا إكس ديال آ إشارة ناقص إكس آ هي ناقص واحد تساوي جوج وإغريغ ديال آ إشارة ناقص إغريغ آ ناقص إغريغ آ هي واحد تساوي واحد إذا إكس ا اشارة ناقص ناقص واحد هي زائد واحد تساوي جوج اذا اكس ديال ا اشارة تساوي جوج ناقص واحد لان واحد ديال الطرف الاخر تولي ناقص اذا جوج ناقص واحد هي واحد ايكغيك ديال ا اشارة تساوي ناقص واحد ترجع زائد واحد في الطرف الاخر اذا ناقص واحد ترجع زائد واحد واحد زائد واحد هي جوج اذا احداثيات النقطة ا اشارة هي واحد جوج اذا الان استخرجنا احداثيات النقطه ا اشاره صوره نقطه ا بالازاحه ذات متجه اي واستخرجنا احداثيات النقطه او مماثله النقطه ا بالنسبه للنقطه ب اذا السؤال الثالث نبين ان النقطه سي ذات الإحداثيات 5 1 تنتمي الى الدائره سي التي قطرها ا او -E. اذا الدائره سي التي قطرها او او -E. نرسم الدائره عبيتينا سي قطرها ا او -E. ونعلم ان ب منتصف القطعه او -E حسب الاسئله السابقه اذا سي دائره مركزها ب وشعاعها ب -E او قطرها او -E. اذا لا بغينا ان النقطه سي تنتمي الى هذه الدائره سي مثلا هنا خصنا نحسب المسافه بي سي ونبين بانها كتساوي نصف القطر او -E. اذا نحسب القطر المسافه او -E ونحسب المسافه بي سي ونبينوا بان او -E كتساوي جوج المرات بي سي او المسافه ا او كتساوي جوج مرات المسافه بي اذا الان لنحسب المسافه بي اذا بي سي تساوي جذر مربع اكس سي ناقص اكس بي الكل اس اثنان زائد واي سي ناقص بي الكل اس اذا التطبيق او التعويض اكس سي اذا اكس سي عطاونا فيها خمسة ناقص اكس عفوا عطاونا فيها خمسة و و إكس بي فيها جوج الكل أس اثنان زائد إكراك سي فيها واحد ناقص إكراك بي عطاونا فيها ناقص ثلاثة الكل أس اثنان تساوي إذن خمسة ناقص جوج هي ثلاثة أس اثنان هي تسعود زائد واحد ناقص ناقص ثلاثة هي واحد زائد ثلاثة هي ربعة وربعة أس اثنان هي 16 اذا 9 و 16 هي 25 جذر مربع 25 وبالتالي بي سي تساوي 5 الان غادي ا آه. تساوي هي اكس او آه ناقص اكس ا آه الكل اس زائد او آه ناقص ا آه الكل اس 2 تعويض اذا اكس او آه شحال فيها شحال حصلنا قبيله فيها على 5 ناقص اكس ا آه هي ناقص واحد الكل أس اثنان زائد إيكغيك أو لقينا فيها ناقص سبعة ناقص إيكغيك أ هي واحد الكل أس اثنان إذا تساوي خمسة ناقص ناقص واحد هي خمسة زائد واحد هي ستة أس اثنان هي ستة زائد ناقص سبعة ناقص واحد هي ناقص ثمانية وناقص ثمانية أس اثنان هي أربعة أستين إذا النتيجة هي أربعة أستين زائد ستة وثلاثين هي مئة وجذر مئة إذا أ إ تساوي جذر مئة هي عشرة وبالتالي أ إ -E تساوي جزء ب بس ومنه النقطة س تنتمي إلى محيط الدائرة س الآن السؤال الرابع حدد احداثيات النقطة دي حيث المتجهة C دي تساوي المتجهة A B زائد واحد ثلاثة متجهة آسي إذن اذا خصنا نحدو المتجهة A B زائد واحد ثلاثة متجهة A C. ومن بعد غادي نحدو بان المتجهة C دي تساوي احداثيات المتجهة C غتساوي احداثيات هاد المتجهة اللي غادي نحصلو عليها وبالتالي غادي نخرجو احداثيات النقطة دي انطلاقا من احداثيات المتجهة C. إذن اذا اول حاجة هي اننا نحسبو إحداثيات المتجهه ا زائد وحده ثلاثه متجهه ا اذا إحداثيات المتجهه ا ب المتجهه هي شفوي يعني ذهني نخرجها هي اكس بي ناقص اكس ا يعني هي ثلاثه و واي بي ناقص اي ا هي ناقص أربعة متجهه ا سي الاحداثيات نتاعها اذا ا سي ناقص ناقص واحد هي ستة واحد ناقص واحد هي صفر إذا الآن واحد على ثلاثة أسي على حسب المعطيات تعطينا واحد على ثلاثة ا سي، واحد على ثلاثة ا سي إذا واحد على ثلاثة ضربها في ستة هي جوج، واحد على ثلاثة ضربها في صفر هي صفر، إذا الآن غادي نجمع المتجهة ا بي زائد المتجهة واحد على ثلاثة ا سي، إذا المتجهة ا بي زائد واحد على ثلاثة متجهة ا سي، الإحداثيات تتعطينا هي غادي نجمعو إحداثيات المتجهة ا بي مع إحداثيات المتجهة واحد على ثلاثة ا سي، ثلاثة زائد جوج هي خمسة، ناقص ربعة زائد صفر هي ناقص أربعة إذا الآن إحداثيات متجهة سي دي هي إكس دي ناقص إكس سي إيكغيك دي ناقص إيكغيك سي ونعلم أن حسب المعطيات المتجهة سي دي كتساوي المتجهة أ زائد واحد ثلاثة المتجهة بمعنى إحداثيات المتجهة سي كتساوي إحداثية هذه المتجهة إذا إحداثيات المتجهة سي كتساوي إحداثية هذه المتجهة كتشوفوها أمامكم هذه كاملة إذا سي دي هي خمسة ناقص أربعة إذن استنتاج أن إكس دي ناقص إكس سي تتساوي خمسة و إيكغيك دي ناقص إيكغيك سي تساوي ناقص أربعة نخدمو هادي إكس دي مجهولة ناقص إكس سي عطاونا فيها حسب السؤال السابق إكس سي فيها خمسة تساوي خمسة و إيكغيك دي مجهولة ناقص إيكغيك سي فيها واحد تساوي ناقص ربعة نكمل ناقص خمسة تمشي للطرف الآخر تولي زائد خمسة خمسة زائد خمسة هي عشرة و إيكغيك دي ناقص واحد غتحول للطرف الآخر تولي ناقص ربعة زائد واحد هي ناقص ثلاثة ومنه إحداثية النقطة دي هي عشرة ناقص ثلاثة الى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله